السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا بنكمل الكلام في موضوع الريسايكل، وكنا المرة اللي فاتت حلينا مثال على الريسايكل وشفنا ان هو بيعلي الكونفرجن، ولكن في نفس الوقت وجود السنجل باس كونفرجن لما يبقى قليل جدا ده بيخلي الريسايكل ستريم كبير، وده بيخلي يعني كمية الفيد اللي داخل الرياكتور من الريسايكل اعلى من الفريش فيد. وكان في ملحوظة كمان شفناها في نفس المسألة، وهي إن الفيد اللي داخل الرياكتور دلوقتي يحتوي على بعض النواتج. يعني أنا عندي هنا النواتج هو الإيثيلين وال آسف البروبيلين والهيدروجين، ففي شوية بروبيلين رجعوا مع البروبين، ودي حاجة أنا ما أقدرش أمنعها لأن البروبين هيهرب معاه شوية من البروبيلين، فأنا ما فيش في إيدي طريقة ان انا امنع كل البروبيلين ان هو يرجع، ولكن يعني هو كميته قليلة بالنسبة للبروبين، يعني شوية صغيرين. ف اللوب دي اللي هي اللفة اللي المواد بتلف فيها من الميكسر للرياكتور للسيبريتور وترجع تاني على الميكسر، ممكن يحصل فيها تراكم لبعض المواد نتيجة ل ان الفصل مش بيبقى بكفاءة 100%، وفي شوية حاجات بتهرب مع الفصل. فخلينا نشوف لو انا عندي الحالة دي، ولكن بتبقى في وجود حاجة بنسميها الانرتس، يعني نفس اللي بيحصل. الانرتس دي عشان بس نبقى متفقين على الكلمة، الانرتس دي هي كلمة احنا بنطلقها على أي مادة موجودة في الفيد اللي داخل عندنا على الرياكتور أو على البروسيس كلها، وبتكون مادة لا تتفاعل في ظروف التفاعل الحالية. يعني المادة دي لما بتدخل في الرياكتور ظروف درجة الحرارة والضغط وبقية المواد الموجودة ما بتخليهاش تتفاعل. ده مش معناها ان هي مادة غير متفاعلة بالمرة، يعني ممكن الانرت دي يعني مش لازم تبقى نيون ولا ارجون ولا هيليوم، ممكن الانرت ده يبقى كربون دايكسيد، ممكن يبقى بخار مية، ممكن يبقى نيتروجين. الحاجات دي بتتفاعل بس في ظروف تانية، ولكن في الظروف بتاعت التفاعل دي ما بتتفاعلش، فبالتالي احنا بنسميها انرت. والانرت ده بطبيعة الحال بما ان هو ما بيتفاعلش فهو بالتالي اللي داخل على الرياكتور هيبقى قد اللي خارج منه، لا بيزيد ولا بينقص لان هو مش جزء من التفاعل، فدي حاجة يعني ايه متوقعة جدا. المشكلة اللي بتقابلنا بقى لما يبقى في انرت ان احيانا وتاني ده نتيجة لان عمليات الفصل لا تكون كفاءتها 100%، ان ممكن يحصل تراكم للانرت في الريسايكل ستريم، ودي بتسبب مشاكل كتير وهنشوفها دلوقتي. فعلشان يعني ايه نبقى الامور اوضح شويه، هناخد مثال نطبق او نشوف فيه موضوع الانرتس ده. فالمثال اللي عندنا ده فيه ايثيلين وبنزين داخلين على رياكتور وبيتفاعلوا، التفاعل بينهم بينتج الايثايل بنزين. خلاص الفيد اللي داخل عندنا فيه ايثيلين وفيه بنزين 1000 و1000، يعني بنفس النسب المعادله بتاعت التفاعل، وداخل معاهم 500 مول من الانرت، خلاص مواد غير متفاعله. وانا عارف ان الكونفرجن بتاع الايثيلين، كميه الايثيلين اللي بتتحول جوه المفاعل دوت 70%، فال1000 دول هيطلع منهم 300 ما تفعلوش، وال1000 دول هيطلع منهم 300 تفعلوش، وال700 وال700 هيطلعوا 700 ايثيل بنزين. يعني دي بمجرد البصه كده على الارقام هنعرفها، واللي خارج طبعا الانرت هيدخل زي ما هيخرج فهيبقى ال500. فاحنا كده عرفنا اللي خارج من الرياكتور كده واحنا ايه واحنا سايبين ايدينا. فاللي خارج بقى من الرياكتور هيدخل على سيبريتور، السيبريتور دوت هيفصل بقى الايثيلين والبنزين وثيال بنزين بحيث ان يبقى في ستريم تركيز النواتج فيه اعلى وستريم تركيز المتفاعلات الحاجات اللي ما اتفاعلتش اعلى. فهو بيقول لي الستريم دوت فيه 90% من الايثيلين اللي هو التوب برودكت ده، 90% من الايثيلين اللي في الفيد و80% من البنزين اللي في الفيد. فهو البنزين والايثيلين معظمهم طلع فوق، معظمهم يعني اللي باقي هنا 10% 20% فقليلين جدا، و5% من الايثايل بنزين، فالايثايل بنزين معظمه جه هنا، و70% من الانرتس، فمعظم الانرتس طلعت هنا و30% منها طلعت هنا. فاحنا عايزين نعرف بقى، عايزين نعمل الحسابات على السيستم ده او نحسب الفلوريتس والتركيزات وما شابه في حالتين. لو انا هحل البروسيس دي زي ما هي، ولو انا هحلها ولو عملت ريسايكل للتوب برودكت من السيبريتور، يعني ستريم 3 ده لو انا رجعته وخلطته بستريم 1 ودخلته على الرياكتور، احل بقى واشوف ايه الارقام اللي هتطلع عندي.
فالموضوع بسيط يعني، لو عملنا ديجريز اوف فريدم هنلاقي الرياكتور الديجريز اوف فريدم بتاعته بصفر، احنا حليناه يعني اوريدي حليناه واحنا واقفين كده. فالرياكتور هيتحل والاربع معلومات دول هم اللي هيبقوا ناقصين للسيبريتور علشان يتحل، فالسيبريتور هيتحل. فالموضوع يعني جميل جدا جدا وسهل. فهو انا مش في الحقيقه انا ما يهمنيش خطوات الحل على ما قد ما يهمني مقارنه النتائج ببعض في الحالتين. فده اللي هيحصل لو حلينا البروسيس في الحاله الاولانيه. فدي الارقام اللي هتطلع في التوب والبوتوم، ويعني الارقام متوقعه. طبعا الاستريم ده فيه كميه كبيره نسبيا طبعا من الايثيلين والبنزين والانرت، وفي شويه ايثال بنزين قليلين هنا، الايثال البنزين كتير وشويه انرت مع شويه صغيرين من الايثيلين والبنزين، فدي ما فيهاش مشكله. بقى احنا عايزين نشوف بقى لو احنا عملنا ريسايكلينج للستريم الثلاثه ده، فهيبقى الفلو شيت شكلها عامل كده، اللي طالع من السيبريتور هيرجع يتخلط مع الفريش فيد على الميكسر دوت، ويطلع منه الفيد اللي داخل على الرياكتور، والرياكتور هيطلع منه الستريم ثلاثه اللي داخل على السيبريتور، وهلم اجرب يعني العمليه هتتم كده. ف هيبقى في طبعا ملحوظه هنشوفها هتبقى يعني ملحوظه متوقعه جدا، وهي ان الفلو شيت دلوقتي كلها لو بصيت عليها كده بشكل عام هو مش داخل لها غير ستريم واحد وخارج منها ستريم واحد بس، وبالتالي الانرت اللي داخله 500 واللي خارج هنا لازم يبقى 500. يعني انت لو عملت بالانس على الاوفرول دي كلها على الانرت هتقول اللي داخل قد اللي خارج، فلازم يطلع من هنا 500. فدي مش 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 حاجه جديده. بالنسبه بقى للكونفرجن بتاع الايثايل بنزين للايثيلين والبنزين، هنلاقي ان هو وصل لحوالي 95.9، فاحنا علينا الكونفرجن جدا جدا جدا. هو كان 70% فعلي بقى قرب ال 95 او قرب ال 96 يعني، ودي حاجه جميله جدا. ولكن الفلو شيت فيها بعض الحاجات اللي محتاجه اعاده نظر، او مش اعاده نظر، محتاجه ان احنا نبص عليها بتمعن شويه، الا وهي ان احنا لو جينا نبص على الفلو شيت، خلينا يعني ايه نركز اكتر على الستريمز دي ده اللي داخل للرياكتور في الحاله الاولى وفي الحاله الثانيه. فاللي داخل للرياكتور في الحاله الاولى كان فيه 40% ايثيلين، الارقام انا نسيت اقول الارقام اللي بالاخضر دي او الاسود ده الفلوريتس او عدد المولات يعني، واللي بالاخضر ده التركيزات المول فراكشنز. فهو كان في الاول اللي داخل للرياكتور فيه 40% ايثيلين و40% بنزين وشويه انرت صغيرين 20%، في حين ان انا لما عملت ريسايكل ال 40% الاولانيه دي بقت 32% وال 40% الثانيه بقت 27% والانرت بقت 39%. الارقام دي مزعجه جدا جدا جدا. ليه بتبقى مزعجه؟ انا الرياكتور ده هو قلب العمليه اللي بتحصل دي، هو ده اللي العمليه كلها متفصله على مقاسه خلاص. فهو انا ببقى محتاج اضمن ان الرياكتور ده التفاعل اللي بيحصل فيه بيحصل بكفاءه عاليه على قد ما اقدر، لان كل ما كفاءه الرياكتور هتعلى كميه البرودكت هتعلى والمنتج هيطلع اللي انا هبيعه واكسب منه فلوس. فسرعه التفاعل تتناسب مع تركيزات المتفاعلات، يعني كل ما تركيز الايثيلين وتركيز البنزين بيعلى سرعه التفاعل هتعلى، وكل ما هتقل سرعه التفاعل هتقل. وانا طبعا من مصلحتي ان التفاعل سرعته تبقى عاليه، لان كل ما سرعته هتعلى كل ما انتاج الايثايل بنزين هيعلى، لان في مكان اصغر خلاص، لان هما بيتفاعلوا بسرعه، فانا مش محتاج اوفر لهم مكان كبير علشان يقعدوا بقى في فتره طويله يتفاعلوا، انا مكان محندق كده صغير يدخلوا يتفاعلوا بسرعه ويطلعوا كده الموضوع يبقى انتهى خلاص. فانا من مقارنه الارقام اللي هنا والارقام اللي هنا هلاقي ان الارقام دي وان كان كميه الايثيلين والبنزين هنا في الستريم ده اعلى من هنا، ولكن تركيزاتهم اقل كتير جدا جدا، وده هيبقى ليه تاثير سلبي جدا جدا على الرياكتور جدا. يعني الرياكتور ده هيبقى لو هو هيحقق 70%، طبعا الارقام دي بنفس المعطيات ان هو 70%، فانا لو هخلي الرياكتور ده يشتغل بكفاءه 70% زي الرياكتور اللي فوق، فمعنى كده ان انا هخلي الرياكتور ده قده مثلا مره ونص ولا مرتين كحجم، وبالتالي استهلاك الطاقه اللي انا هحطه فيه هيبقى اكتر مره ونص او مرتين من المره الاولانيه، ودي حاجه مكلفه جدا 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 جدا، فهتضرب ال
يعني المكسب اللي بيتحقق من العمليه دي في مقتل يعني. خلاص البروسس دي ممكن ما تبقاش ليها جدوى اقتصاديه بتاتا بقى خلاص يعني. المنتج اللي انا بعمله لما ابيعه مش هيجيب حق المصاريف اللي بنصرفها على البروسس ده من ناحيه. الناحيه الثانيه ان الريسايكل ستريم اللي احنا بنرجعه ده فيه 67% من الانرت اللي هي جت هنا وخففت الإيثيلين والبنزين. يعني هي كانت 67% ولما اتخلطت مع الألف والألف والخمسمية دول يعني نسبتها قلت شوية لأن هنا الإيثيلين والبنزين نسبتهم أعلى فبقت 40% ولا 39% فهي خففت الاتنين دول. فهي في الأساس كانت 67%. فاحنا كنا قلنا المره اللي فاتت برضو ان ريسايكل ستريم دوت مش بيرجع لوحده، ده هو انا لازم احط له بامب ولا كومبريسور واصرف عليه بقى مصاريف تمنه هو شخصيا وكمان مصاريف تشغيله، الكهرباء اللي انا بصرفها عليه والصيانه وحاجات كتير جدا. فالريسايكل ستريم دوت وغير المواسير بقى اللي هي هترجع والقصص دي كلها، فالريسايكل ستريم ده اللي انا عمال اصرف عليه المصاريف دي كلها تلتينه حاجة ما ملهاش لازمة. لا بالعكس ده مش ملهاش لازمة، ده هي مضرة. يعني هي الحاجة دي بترجع بتخفف المتفاعلات وبتخلي الرياكتور ما يشتغلش كويس. فأنا قاعد أصرف فلوس كتير جدا جدا على ستريم تلتينه بيضرني، فدي برضو مشكلة كبيرة جدا. أنا استفدت إن أنا عليت الأوفرول كونفرجن ولكن أنا قاعد أصرف مصاريف مهولة علشان أعلي الكونفرجن بالشكل ده، فالموضوع كده هيجي عليا بخسارة، أنا كده مش مستفيد بالريسايكل بالشكل ده. وبالتالي فاحنا عندنا المشكله دي بنسميها بقى ايه؟ بنسميها الاكيوميوليشن اوف انرت ان ذا رياكتور فيد ان ذا رياكتور فيد ستريم، يعني تراكم المواد الخامله دي في الستريم اللي داخل للرياكتور. التراكم ده بيؤدي الى تخفيف الحاجات الثانيه، بيقلل تركيزها، وبالتالي بيخلي كفاءه الرياكتور تقل. غير بقى زي ما لسه كنت بقول دلوقتي موضوع بقى الريسايكل وتكلفه الريسايكل وما الى ده، غير بقى ان المواسير نفسها اللي هتشيل الفلوريت ده كله هتبقى اكبر، يعني الدايمتر بتاعها اعلى علشان تشيل كميه. شوف كل الحاجات دي قد ايه، ده احنا عندنا بتاع 1500 مول ولا حاجه، ف 1500 مول محتاجين بقى ماسوره حلوه كده كبيره تقدر تشيل الكميات دي كلها، فمكلفه جدا مكلفه جدا جدا. فاحنا عايزين نلاقي حل بقى المشكله دي، الموضوع هيجي كده باختصار. يعني الحاله دي مش حاله مناسبه لان انا عندي كميه كبيره من الاثيرين والبنزين انا ما استفدتش منه، والحاله دي برضه هتبقى مكلفه جدا لان هي بتقلل كفاءه العمليه بشكل كبير جدا وبتكلفني فلوس كتير. فالحل بقى ان احنا نعمل ايه؟ نعمل حاجه اسمها البيرج ستريم. البيرج ستريم يعني انا يهمني بس ان السلايد دي ان احنا نبقى فهمنا ايه المشكله، لان اللي جاي بعد كده هو حل المشكله دي، فاحنا لو فهمنا المشكله فين الجاي هيبقى سهل جدا. فالبيرج ستريم يعني ايه؟ ان انا بعمل يعني تعديل على الفلو شيت، تعديل بسيط كده، وهو ان اللي خارج من السيبريتور ده اللي انا هعمله ريسايكل هرمي شويه منه وهرجع الباقي. فالستريم ده اللي احنا بنسميه بيرج ستريم الهدف منه ان احنا نلاقي متنفس للانرتس تخرج من اللفه دي، بدل ما هي هتدخل تدخل 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 وتتكون جوه تتراكم تتراكم تتراكم، هيبقى ليها مكان تخرج شويه نخرج شويه. فانا الهدف من البرج ده ان انا الاقي منفذ لتقليل تركيز الانرتس في الـ في الـ في الـ في الـ في اللفه دي خلاص، وبالتالي تحسين بقى كفاءه الرياكتور، وبالتالي تقليل الحمل اللي على البامب بقى ولا الكمبريسور ولا ايا كان الحاجه اللي هنرجع بيها البتاع، ونقلل بقى الدايمتر ونحل كل المشاكل اللي احنا كنا زعلانين منها دلوقتي. طبعا ده هيبقى على حساب ان انا هضحي بشويه من الايثيلين والبنزين، يعني هو الانرتس ده مش هيطلع لوحده، هيطلع هياخد معاه شويه ايثيل بنزين وايثيلين وبنزين. بس انا يعني ايه في النهايه اللي بيحكم اي عمليه صناعيه او اي قرار في العمليات الصناعيه هو الاقتصاديات بتاعه العمليه. انا محتاج الاقي الحل اللي يخلي العمليه مربحه اقتصاديا. فاذا كان الحل هو ان انا اضحي بشويه ايثيلين وبنزين عشان اخلص من شويه من الانرت، فمفيش اي مانع خلاص. فده اللي احنا بنعمله. فهو ان انا هسبلت الستريم، جزء هيروح وجزء هيرجع. طبعا بقى النسب برضو يعني انا هعمل بيرجنج لقد ايه؟ يعني ستريم 4 ده هرمي نصه وارجع نصه، هرمي تلته وارجع تلتينه، هرمي 20% وارجع 80%، دي بقى بتعتمد برضو على الاقتصاديات بتاعت العمليه، دي بتتحسب وبنشوف ايه الاكتر او النسبه المثلى اللي هتدينا اكتر مكسب واقل تكلفه.
فلو جينا يعني انا حطيت رقم كده اعتباطا، يعني ان انا هفرض ان انا هعمل بيرجل 30%، يعني ستريم 6 ده 30% من ستريم 4. فلو جينا نبص بقى انا يعني ايه، هنبص على الستريمز تاني ونقارن النتائج. فانا لو جيت ابص على الستريم اللي داخل الرياكتور هلاقي ان الدنيا بقت جميله جدا جدا جدا. بدل ما انا كان عندي 39% من الستريم ده انرتس، بقوا 29% بس. طبعا هي اعلى من ال 20% اللي هو الفريش فيد، وانا عمري ما هوصل لل 20% بتاعت الفريش فيد ده، لان انا برضو السيبريشن عندي مش كفاءته مش 100%، ولكن الوضع اتحسن كتير جدا جدا جدا. بدل ما هي كانت 39 بقت 29، ودول هو ده اللي يهمني اكتر، ال 32 و27 بقوا 36 و34، لان هو التخفيف الكتير ده راح. بدل ما هي كانت متخففه بالكميه دي كلها، بقت متخففه بكميه اقل. يعني لو جينا نبص حتى على الايثيلين والبنزين اللي هنا كمياتهم ما اختلفتش كتير، اللي اختلف كتير هو الانرت. هتلاقي الانرت تقريبا نزل قرب النص ولا اكتر من النص بشويه. فعشان كده التركيز بتاع الايثيلين والبنزين عالي جدا عالي جدا. برضه هو مش ال 40% اللي كانوا في الفيد، ولكن احسن كتير من الحاله دي. هنلاقي لو جينا نبص على الستريم، على الستريم بتاع الريسايكل ده، الفلوريد بتاع الانرتس اللي فيه بقى 480 بدل بعد ما كان 1170 تقريبا، يعني قل التلت تقريبا او اكتر من التلت بشويه. فبالتالي الحمل اللي على الستريم ده بقى اقل منه كتير جدا جدا، هنا اقل بمراحل، والتكلفه بتاعته هتقل كتير جدا 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 جدا. نبص بقى على حاجة تاني برضو، لو جينا نبص على الستريم الأزرق ده اللي هو الناتج النهائي، هنلاقي ان الستريم اللي خارج ده بقى تركيز الانرتس فيه برضو بقى أقل. وده ليه؟ لأن بقى ال 500 مول اللي داخلين دول ليهم مخرجين مش مخرج واحد، فبقى جزء منه بيخرج في في في, في البرج، وجزء منه أنا بستفيد يعني بقى هنا في الستريم السابع، وبالتالي تركيزه قل. يعني هو كان 33% من تلت الستريم كان انرتس، بقى ربع بس أو أقل من ربع كمان. فدي حاجه جميله جدا، وبالتالي هتلاقي برضو تركيز الايثايل بنزين هنا عالي، بقى كان 68% بدل ما كان 31%. فالامور بقت جميله جدا. طبعا حد يعني لو جه يبص على الفلوريت هيقول طب بس الفلوريت قل، هو كان 960 بقى 850. ده الثمن اللي بندفعه علشان الموضوع ده. بس في شويه ايثايل بنزين راحوا هنا، والسيبريشن يعني ايه هيحصل فيه، هيتاثر بالموضوع ده، لان الفلوريت اللي داخله والكومبوزيشنز اللي داخله له هتختلف، فالعمليه كلها بتاثر على بعض. ولكن تاني احنا الهدف بالنسبه لنا هو تحسين اقتصاديات المشروع، ان العمليه الصناعيه دي تبقى مجزيه اقتصاديا. فاللي احنا عملناه كبرج ادى لكذا حاجه ايجابيه جدا، وهي اولا ان احنا قللنا الفلوريت اللي في الريسايكل ستريم، باننا قللنا كميه الانرتس اللي فيه، قللنا الفلوريت او تركيز الانرتس هنا، وبالتالي علينا الفلوري الكومبوزيشنز بتاعه الايثيلين والبنزين اللي داخل على الرياكتور، وبالتالي انا حجم الرياكتور هيبقى اصغر من الحاله الاولى او الحاله اللي قبلها دي من غير البرج، وبالتالي استهلاك الطاقه بتاعه هيبقى يقل، ودي هتبقى حاجه جميله جدا. وبرده من الحاجات المهمه ان الفلوريت اللي داخل على السيبريتور قل كتير، يعني قل يمكن قرب نص ولا حاجة او اكتر من نص شوية. يعني لو جينا نبص على الفلوريتس اللي هنا واللي هنا، هتلاقي ان هنا تقريبا نص اللي هنا المجموع يعني. وبالتالي حجم السيبريتور اللي انا هحتاجه سواء ديستيليشن كولوم ولا اي حاجة برضو هيبقى اقل، وبرضو هيخلي التكلفة اقل. فكل دي حاجات احنا استفدنا منها، بالاضافة الى ان احنا علينا تركيز الايثايل بنزين في الستريم اللي خارج. فعشان كده احنا بنعمل البرج، هي بتبقى يعني تضحية بجزء من الموارد، ولكن تضحية تستحق، لانها بتدينا يعني العائد بتاعها اعلى كتير جدا جدا من الفقد اللي احنا بنفقده. فهنكتفي بهذا القدر. المرة الجاية ان شاء الله هيبقى في مثال هنحله على على الفكرة دي، وان شاء الله يوضح الامور اكتر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.